العالمية وشو رح نحكيها هي؟ يعني عندنا موضوع ضاجر في السوشيال ميديا. صح. وشو؟ يلي هو إنه وريثة العرش الهولندي الأميرة كاثرينا أماليا هربت من الهولندا لإسبانيا. شو السبب؟ السبب يعني غريب نوعا ما، لأنها عم تهرب من شيء محدد وهو عملية خطف، عم تكون مهددة إنها تتعرض لها تهديد من مافية مخدرات مشهورة بأوروبا بيتزعمها مغربي سجين مدى الحياة بهولندا اسمه رضوان تاجي. هلأ أعطيك شوية معلومات عن رضوان. هو انولد بإسبانيا مع الجنسية الهولندية ومعروف ببارن المخدرات وهو محكوم عليه لمدى الحياة. صح. بس السؤال هو إنه شو السبب، يعني ليش هو عم بيطارد بنت الملك تحديدا هي؟ يعني هلا هو بيقولوا انه تم اتهامه انه هو عمل تهديد او ما بعرف اذا في خطف او اي عمليات تانية بحق ناس وفتيات تانيات، بس هاي تحديدا هو اللي ماشي وراها. طبعا هو متهم بكثير قضايا من بينها التخطيط لقتل رئيس الوزراء الهولندي وخطف بنت الملك وكمان زوجته او زوجة الملكة الارجنتينية الاصل اللي هي جنسيتها ارجنتينية، يعني البنت الملك والبنت والزوجة. بالضبط. الشيء هذا اللي خلى بنتهم الأميرة كاثرينا أماليا لأنها تهرب لإسبانيا، لأنه خلص يعني كيف بدنا نحكي فرفطت معها، عم بلحقها من مكان لمكان ومهددة بالخطف، بس بيقولوا إنها رجعت لهولندا. هلا هي رجعت على هولندا بس الشغلة هي إنه هي ما فيها تطلع أصلاً من الأصل، لأنه يعني طبيعي كتير أنها تتعرض للقتل، والموضوع أبداً مش مزحة وكتير بيخوف الصراحة، وخصوصاً إنه رضوان يعني كان آمر باغتيال صحفي اسمه بيتر ديفري وقتله كمان بأحد شوارع أمستردام. يعني هو مبدئياً شخص كتير خطير. يعني إحنا بنحكي عن هذا رضوان يلي عم بلاحق هلأ بنت المسؤول أو بنت الملك الهولندي، ولكن الفكرة إنه ليه هذا البني آدم ما عم ينحط له حد رغم كل الاتهامات المواجهة بحقه، بس مع هيك هو عم بيهدد؟ وليه من الأساس عم بيهدد الصبية إنه هي تحديداً بنت الملك هولندا؟ ليه عم بيهددها هي على وجه الخصوص؟ ولازم يتاخد يعني حق. لكن أنا عندي نظرية. أنا نظريتي هي إنه شوي عم بينتقم لأنه محكوم عليه مؤبد. ممكن فيمكن عم ينتقم من العائلة المالكة لأنه بالنسبة له، وهي نظريتي. صح. بس أو حابب إنه يضغط عليه إنه شوي كرمال يخففوا عقوبته، بس على فكرة الموضوع ما بيمشي هيك. صح. لأنه عادة مثل ما بنشوف بالأفلام والمسلسلات، ما هي أغلبها أصلا من الواقع مأخودة، إنهم بيهددوا لأي عائلة سواء مالكة أو حتى أي حي الله عائلة بالبنات بالصبايا تعون العائلة، لأنهم بتوقعوا إنه هي الطرف الأضعف بالنسبة لأي أب لأي أهل. فممكن مثل ما حكيت هو فعليا عم بيهددهم من خلال بنتهم إنه ممكن هو عم بيطاردها، ممكن يخطفها، فلحتى يخففوا الحكم اللي عليه. بجميع الحالات الموضوع بعده شغال وما حدا بيعرف شو نهايته. ديروا بالكم على حالكم وديروا بالكم مع بنت ملك هولندا يعني. يلا نبلش.